هاد لا ديسيزيون، لانه خاصه ديال التعليم العالي راه شي حاجه اللي ما يمكنش تكون اصلا، خصوصا حنا في هذا المجتمع هذا وبهاد الوضعيه اللي حنا فيها. ما يمكنش حيتاش كاين طلبه اصلا ما كيبغاش يسالو شي شي كتاب، وغير باش يشوف بارطو بسمع عندهم شي وكيفكر كيضرب 1000 حساب وحساب باش يوصل غير لاخر. بالنسبه لهذا الموضوع اللي قلت لك، ديال الخصاصه ديال التعليم العالي، خصك تفهمتي بزاف المبادئ ديال التعليم العالي، يعني يكون واحد النيفو ديال الطلبه واحد المستوى مادي كبير، فهمتي؟ يعني يقدر يسير حياته الماديه، يقدر يسير التعليم ديالو، ماشي غادي تجي نتايا لواحد اونيفو ديال التعليم العالي وغادي تجي تقول له خلص. اذا جيت قلت له خلص، فهمتي؟ يعني يقدر يفضل البريفي على الحكومه، حيت البريفي غتعطيه لا باز. المصيبه راه كاين بعض الناس ماشي ميسورين ماديا باش تولي قرايه بفلوس، اذا هي ابتدائي وشحال ديال التلاميذ كيضطروا انهم ما يقراوش وما يدخلوش الابتدائي اللي هو ابسط حاجه، لان كتوبه ادوات ومصاريف الدراسه، عادك ان المصاريف ديال لافاك تولي بلا فلوس، مصيبه حقيقيه. هذا القرار يعني هو يصدر من الفقراء، يعني الا بغاو مثلا هذا القرار انه يصدروا في حق التعليم العالي انه يرجع الفلوس، خصهم اول حاجه اما يطلعوا يعني داخل المنازل في الشهريه ديال المواطن اكثر ديال الفقير. كيبان هذا بحال مشروع مستحيل يدار في المغرب الصراحه، حيت خصوصا ديال التعليم اصلا هي اخر نيفو في الدراسه في المغرب هو الجامعه. كيفاش غتقدر دير نتايا تخصصو ترجع؟ يعني هذاك اللي غيفوت الباك شنو غيدير؟ ما بقى لي ما يدير، ما يعني امبوسيبل يتقبلوا الطالب هذا المشروع. شتي هذا اللي الا عملوه راه صافي البلاد مشات، ملي ما عاد قريتي 80% من الشعب ديالك ما عاد قريتي ما عطيتيش تعليم عالي، شنو عطيتي واحد في 20% ولا اقل اقليات. بالنسبه ليا هذا القرار ديال خصوصا التعليم العالي يعني واحد ديسيزيون لي كاين با على بورت دو كل موند، المهم بوغ موا لا سوليسيون، ما خصناش نجيو من الفوق ونلقاو الحل، خصنا نبداو من التحت. وكاين نفس كان كاين الناس هنا اللي كاع ما عندهمش كاع باش يقراو، يعني هادشي هذا اذا مثلا تينا كاين الناس اللي مثلا ما عندهمش باش يقراو، يعني اذا تينا انت خصوص التعليم يعني ان داك الناس ما قادرينش كاع يقراو في هاد لافاك ولا كاع يقراو في المستويات الاخرين، يعني كاين الناس ما عندهاش باش يرسل حتى الدفتر. بالنسبه للخصوصه التعليم يعني شويه تضر الفئه الفقيره اللي ما عندها شي واحد الدخل يعني قار، يعني بالنسبه للطالب يعني غتكون واحد العبء عليه. المهم انا بعدا ضد 100% وعجبها لكل شيء، ماشي غير انا، لان شي واحد ما غادي يوافق على شكون بحال هذه خصوصه، لو كان بنادم يقدر يمشي بريفي راه ما جبروش يعامل لافاك من الديبار. ما قررناش انت قرار ما كاينش. أنا بالنسبة حنا الفقراء ما عندهم يدينونا، هو أصلا ما الشهرية ما كافية ما والو، تلقايلو نتقاتلو حنا غير مع كتوبة وفوتوكوبي وهادي عادي نزيد لك التعليم، هكا ما كيشجعوش إلى التعليم، هكا كانوا كيشجعو إلى الأمنية وصافي. رأيي هاد القرار يعني ماشي في المستوى ديال الجامعة كيف ما قلت، كاينين الناس اللي قدروا يكملوا في هاد المسيرة، وكاين الناس اللي كما كنعرفوا حنا 2013 يعني راه 50% ديال لابوبلاسيون ماروكان ليزيتيديون كيقراو في السيستم بريفي، وكيفاش راه ميمكنش كلشي يجي يقرا، راه ماشي كلشي عنده نفس البودجي ماشي كلشي. ما عرفتش واش خصهم غير الناس اللي ميسورين يقراو، ان الناس اللي الطبقة المتوسطة والفقيرة ما يقراوش، هادشي هذا غير عادي.